مرحبا بكم من جديد ومواصلة في برنامج صباحات سوداني. وصلنا الأول يعني فقراتنا ومواضيعنا هو موضوع من لمن يهمه الأمر. وموضوعنا اليوم لمن يهمه الأمر هو موضوع حساس وفي نفس الوقت مهم جدا. وزاد بيتكلم عن التعليم، وإذا بنتكلم في فكرة التعليم عن النساء، حقوق النساء في المناهج التعليمية، ده موضوعنا في فقرتنا اليوم لمن يهمه الأمر. وللحديث في هذا الموضوع ونفتح الباب ده والنقاش فيه، أسعد أن يكون معي أستاذة خالدة صابر، وهي خبيرة في التعليم وحقوق النساء، وأيضا معلمة وناشطة في حقوق المرأة. صباح الخير عليك، كيفك أستاذة؟ أهلا وسهلا أستاذ حازم حلمي. أنا سعيدين ونتلاقى لأول مرة، سعيدين وأنا الليلة في قناة السودانية 24. نحن سعيدين وسعيدة أني بطول عبر للمشاهدين عبر السودانية 24. الله يبارك. حقوق النساء في المناهج التعليمية دي يمكن موضوعنا اليوم، حندير الحوار فيه ونشوف انه شنو الحياة اللي ممكن احنا نتكلم عنها للمساهمة في عملية توعية المجتمع فيه. النساء برضو يعرفوا حقوقهم في عملية التعليم. نمسك اول محاورنا وهي أهمية التعليم لتحصيل حقوق النساء. حقوق النساء في التعليم ممكن نتكلم عنها بهذا الشكل. أوكي، لكن خلينا قبل ما نتكلم عن أهمية تحصيل حقوق الإنسان للنساء أو أهمية التعليم لتحصيل حقوق النساء، أنا هنا بتكلم عن المشروع بتاع منظمة صورت أو المنظمة السودانية للبحث والتنمية. ممتاز. المعروفة باختصارا بصورت، وبالشراكة مع منظمة إنترباس الكندية. هم عندهم مشروع اسمه مشروع دعم التحول الديمقراطي والسلام في السودان من منظور نسوي أو منظور نوعي. يا سلام. والهدف العام للمشروع ده هو زيادة وصول النساء والفتيات لحقوقهم الإنسانية والسياسية. وتحت الحق الكبير ده أو الهدف الكبير ده، الهدف العام ده تحته بندرج فيه حقوق أو أهداف صغيرة، اللي هي واحدة من ضمن الأهداف دي تعزيز مشاركة المرأة في الفترة الانتقالية. أوكي. ومشاركة السياسية. أوكي. ومشاركة المشاركة السياسية برضو للجنسين من منظور نوعي، وفهم الحساسية بتاعت الجندر أو النوع أو النساء في أنهم يكونوا مشاركين من ضمن يكونوا مشاركين فعالين في عملية الانتقال السياسي في السودان أو التحول الديمقراطي. من الأهداف الثانية برضو تحسين فعالية منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية أو المجموعات طبعا. النسوية في إنهم يقدروا يناصروا الحقوق بتاعت النساء والفتيات ويبرزوها للمجتمع أو للحكومة الانتقالية بشكل كويس. المشروع ده بيعمل في 5 ولايات. ممتاز. اللي هي ولاية الخرطوم، يا سلام، وولاية الجزيرة، وولاية النيل الأزرق، والقضار وسنار. واحدة من الآليات اللي بنحقق بها المشروع أو الأهداف العامة دي كلها البحوث والسيمينارات ونشر الوعي. وأنا الليلة هنا عشان أتكلم في واحدة من الأنشطة بتاعت نشر الوعي بأهمية إدماج النوع الاجتماعي في التعليم. يا سلام. هو طبعا خلينا نجي نتكلم عن المشروع ده شوية. المشروع ده الآن هو مقام أو حيتقام يعني ولا كيف؟ بدأ هو. أيوة. الآن هو بادي وشغال. شغال. على الحاجة دي، وهي لدعم حقوق النساء أو يعني دعم مشاركة النساء في التحول الديمقراطي. أيوة. طيب خلينا نجي لتحصيل حقوق النساء. طيب إذا نحن عايزين نتكلم عن الموضوع بتاع حقوق النساء أو حقوق المرأة أو التعليم كحق من حقوق المرأة أو المساواة بين الجنسين، لازم نتكلم عن تعليم جيد للنساء. تمام. وحق الحق المتساوي ده للتعليم يعتبر حق من حقوق الإنسان وحق للمرأة كإنسان في المقام الأول. طيب إذا الدولة رعت الحق ده، حق التعليم المتساوي للجنسين، وقامت بدورة كافي في إنها تصل لأكبر كمية من النساء إنهم يخشوا في العملية التعليمية، بنضمن إنه حتتحقق الحقوق الثانية بتاعت حقوق الإنسان. يعني التعليم هو حجر الأساس أو هو الأساس في إنه المرأة تنال حقوقها الأخرى. صح. اللي بتاعت حقوق الإنسان يعني. فنحن إذا ما رعينا الحق ده وما تعاملنا معه بشكل جيد، ما حنقدر نضمن مساواة كاملة للجنسين. إذا نحن نتكلم عن مساواة للجنسين في جميع مناحي الحياة، لازم نتكلم عن تعليم متساوي للجنسين. صح. طيب
وبعدين طيب. خالدة في حاجة تانية إنه النساء يعني عندهم دور كبير جدا في المجتمع ولا بد إنه هم عملية المشاركة في 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 الأدوار الحكومية وكل التفاصيل حتى يعني دورهم مهم شديد في المجتمع في إنه هم يقدروا يلقوا وظائفهم ويلقوا أماكنهم ويكونوا مقاعدهم يعني. بتذكر إنه حتى بداية الحكومة لما جاءت كان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك كان يتحدث عن إنه النساء ودور النساء يعني حتى خصص لهم بعض المقاعد بجزء كبير جدا في الحكومة يعني. هو ما جزء كبير لكن هو كان يعني إنه هو بيتكلم من الناحية عن تعزيز فرص يعني النساء إنه في إنه يكونوا مشاركة. لا هو بيتكلم عن فرص ما قبل الـ 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 بشكل أكبر من الـ الـ من أول من أول يعني أوكي. يعني إنه الفرصة الآن اللي ممكن تكون متاحة دي ممكن تكون فرصة أكبر. لو في حاجة قوم عدليني إذا في ممكن طيب. معلومة ما في أي مشكلة ما في طيب. مشكلة طبعا في الوثيقة الدستورية جات الحقوق دي إنهم النساء يشاركوا بنسبة ما أقل من 40% ما أنا بكلم عن عندهم مشاركة أيوه. جات في الوثيقة الدستورية لكن في الحقيقة هسه حاليا المشاركة يعني في الواقع ما بتحصل نسبة 40% هي أقل بكثير من 40%. عشان كده نحن لازم نتكلم عن موضوع التعليم كحق من حقوق الإنسان للنساء ونضمن وصول أكبر كمية من النساء للتعليم أو يستوعبون التعليم عشان نضمن حق الحقوق الأخرى اللي هي شنو الحقوق الأخرى بتاعت حقوق الإنسان اللي هي اللي بترتب عليها حق التعليم. من الحقوق دي الحقوق النساء إذا تعلمن أو نالوا حظهم من التعليم والتعليم يكون جيد بيقدروا يكون عندهم يقدروا يتحصلوا على الحق بتاع الصحة أو الحقوق الصحية الحق في الرعاية الصحية والحقوق حق الإنجاب الآمن وعدم الحمل المبكر أو كل الإشكالات دي بيقدروا يتفادوها إذا يتعلموا بشكل جيد. الحقوق الأخرى برضو الحقوق الاقتصادية اللي بتحصلوا على أو بترتب عليها حق التعليم الحقوق الاقتصادية الحق في العمل يعني بدون تعليم ما في عمل الحق في العمل بعد ذلك بتقدر تطالب بالحق في الأجور صح. المتساوية للأجر يعني الأجور المتساوية للعمل المتساوي يعني إذا في عمل بيقوموا به الرجال والنساء مع بعض مفترض الأجر يكون واحد متساوي. إذا هو العمل واحد أي مفترض الأجر يكون متساوي من ضمن الحقوق برضو اللي بيتحصل عليها المرأة في من إذا يعني إذا 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 وصلت للتعليم جيد اللي هي الحق في المشاركة السياسية وجود النساء في الفضاء العام يعني احنا لازم نشوف النساء في اي حته في في الدوله يعني نشوفهم في كل مراكز اتخاذ القرار نشوفهم في الاحزاب السياسيه نشوفهم في صح. المراكز العليا صح. نشوفهم في اي مكان صحيح. نجي لموضوع في اطار التعليم نجي لموضوع المناهج اهميه ادماج النوع الاجتماعي في المناهج التعليميه اهميه ادماج النوع. طيب نحن ممكن ندي نبذة بسيطة عن موضوع النوع أو مفهوم النوع. هو النوع الاجتماعي من المفاهيم الاجتماعية من المفاهيم الاجتماعية هو بيقابله في الإنجليزية اللفظة بتاع الجندر أو مصطلح جندر النوع الاجتماعي والمصطلح ده حصل فيه لغط كبير وكان فيه تعقيدات بينما هو يعني جنس أو نوعي نوع جنسي أو نوع اجتماعي اللي احنا قاصدين هسه المفروض نتكلم عنه ده هو النوع الاجتماعي ممتاز. طيب النوع الجنس او الجنس هو يشار به لمثلا دي الفروقات الموجوده بين الرجل والمراه يعني ده معروف انه ده جنسه دي انثى وده ذكر اي ده النوع الجنس نوع الجنس يعني انت مثلا بيكون مكتوب لك جنس مثلا في واحده من اي استمارات بتكون بتختار ذكر او انثى وده الفروقات الموجوده بين الذكر والانثى دي ما عندها اي علاقه بالمجتمع ولا عندها علاقه بالثقافه هي فروقات ثابته ما بتتغير بتغير المجتمعات لكن النوع الاجتماعي اللي احنا قاصدينه ده عنده علاقه بالادوار بتاعت الرجل والمراه اللي بيحددها له المجتمع يعني المجتمع مثلا في بعض المجتمعات بيحدد للمرأة انه عندها ادوار معينة تقوم بها اللي هي مثلا ادوار رعاية الاطفال او الطبخ او الاعمال المنزلية دي حاجات حددها المجتمع انه ده دور المرأة او في مهن معينة مفترض تشتغلها او تعمل فيها المرأة وفي ادوار للرجل تانية مختلفة من الادوار دي ودي حاجات اجتماعية بتتغير بتغير المجتمعات حاجات ما ثابتة بعكس النوع بتاع الجنس اللي تكلمنا عنه قبل اللي هو ده بيقسم الناس لذكر وانثى دي الانواع بيولوجيه اما النوع الاجتماعي ده دي هي الادوار اللي بتحددها
الادوار دي بالامكان انه يقوموا بها الرجال والنساء مع بعض. يعني مثلا مهنه التعليم او رعايه الاطفال او حتى قياده الطياره، دي مهن بيقوموا بها ودي اعمال بالامكان انه يقوموا بها الرجال والنساء مع بعض. ممكن الرجال يقوموا برعايه الاطفال، ممكن النساء يقودن الطياره، بحسب الكفاءه، ما باعتبارات الجنس، ما عشان انت راجل او انت مره لازم تقوم بالاعمال دي. ده احنا النوع الاجتماعي القاصدينه، يعني حصر المراه في ادوار معينه ده هو اللي بيخليها تكون متاخره او وجوده او تكون ما موجوده في كثير من مناحي الحياه الاخرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. حصرها في الدور ده، الدور بتاع الرعايه، او انا ما بقلل من اهميه يعني رعايه الاطفال او العمل المنزلي وكده، لكن المراه عندها ادوار ثانيه ممكن تقوم بها في المجتمع. يعني ممكن نقول في حاجات كثيره برضو، يعني اذا جينا نتكلم عنها، في ممكن حياه النساء ممكن يتفوقوا على الرجال فيها يعني بصوره كبيره. وفي حياة ممكن تكون هي مساله الكفاءه اللي انت تكلمتي عنها، ممكن الرجال يفوقوا النساء في حاجات، يعني هي بتبقى المساله مساله يعني كفاءات زي ما انت اتكلمتي. خلينا نجي للصوره النمطيه اللي ممكن تكون هي في المناهج التعليميه، اذا جينا نتكلم عن مضاره ممكن تكون شنو؟ طيب واحده من يعني اهم الـ يعني الاعتبارات المهمه عشان ندمج النوع الاجتماعي في التعليم اللي هي الصوره النمطيه اللي حسين تذكرتها. يعني مثلا في المناهج التعليميه في صوره نمطيه محدده للادوار بتاعت المراه، يعني دائما مثلا بنلقى انه دائما في المناهج الصوره بتاعت المراه بتكون في السياق بتاع الامومه، سياق الامومه او سياق الاعمال المنزليه. يعني نادر ما نلقى صوره المراه في المناهج التعليميه، يعني مثلا في صوره بتاعت امراه عالمه بتاعت فضاء، او امراه تقرا كتاب، او يعني امراه يعني عالمه في المختبر او في اي يعني، او حتى يعني امراه في الاعمال الاقتصاديه او كده. دائما بنلقى صورتها، دي الصوره النمطيه المحدده ليها، انها تكون دائما في المساله بتاعت الرعايه المنزليه وكده او الاعمال المنزليه. فالصوره النمطيه دي وترسيخها او الاصرار عليها في المناهج التعليميه، ده بيبعد النساء من ادوار ثانيه انا قلتها لك قبل انه ممكن يقوموا بها في المجتمع. وحصر النساء في الدور ده لصالح انه الرجل يكون عنده ادوار ثانيه محدده، ده هو الخطا المفروض يعني يتعدل. يعني انا مثلا عملت تحليل للكتاب بتاع اللغه العربيه بتاع الصف الثالث والصف السادس والخامس الاساس، فلاحظت زي كم ملاحظه من ضمنها انه يعني اول مما فتحت اول صفحه في الكتاب تحت المؤلفين او اللجنه المكلفه بتاليف المناهج، اللجنه كلها عباره عن معلمين رجال. اللجنه بتاعت اعداد المناهج المكلفه من قبل المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. الحاجه الثانيه، كل النصوص في الثلاثه كتب دي، كل النصوص والمحفوظات والقطع الادبيه المؤلفين بتاع عندها رجال، شعراء رجال، يعني ابراهيم طوقان، ايليا ابو ماضي، حافظ ابراهيم، احمد شوقي، يعني ما في اي مؤلفه امراه واحده. عشان كده قبل في المشروع بتاع سورد اللي هي بتكلم عن الرفع بتاع الحساسيه، حساسيه الناس تجاه المساله بتاع النوع الاجتماعي وكده، وجود النساء مهم شديد. فلك ان تتخيل انه يعني شوف الحاجه دي يعني بتقدم صوره كيف سلبيه للتلاميذ، انه دائما المفترض يقوموا بالحاجات كلها هم يكونوا رجال. واحده من الحاجات الثانيه، الشخصيات اللي تم تناولها في الكتاب ده، الشخصيات الوطنيه والشخصيات العلميه، يعني تم تناول كميه من الرجال مقابل مرتين بس تم فيهم ذكر شخصيات نسائيه، اللي هو الشخصيه بتاعت مندي بتاع جبنه، وشخصيه اماني رناس في الممالك القديمه يعني. لكن تم ذكر محمد احمد المحجوب، وتم ذكر محمد احمد المهدي، وعبد اللطيف علي عبد اللطيف، وعبد الفضيل الماز، يعني بيركزوا دائما على الشخصيات الرجال اكثر. حتى في القصص العاديه المواضيع اللي عندها علاقه بالقيم والاخلاق وكده، اللي مثلا بيتناول المسائل بتاعت الكذب والصدق والامانه وكده، فهم بيتناولوا القصه، بيكون بطل القصه رجل، ما
ما في بطل قصة امرأة أصلا في المناهج. في بعض الحاجات اللي ممكن تكون فيها، لكن صح كلامك إنه في بعض الحاجات اللي ممكن تكون هي بنسبة في التاريخ في الحياة دي ممكن يكون الرجال مذكورين بصورة هي تكون أكبر يعني. لكن نقدر نقول من الكلام ده إنه وضع المرأة في إنه هي يعني ممكن تكون هي أو أهميتها في إدماج إدماجها في عملية وضع المناهج التعليمية. صحيح. نقدر نقول إنه هي مهمة جدا. مهم. يعني مثلا إذا نظرنا لأعداد المعلمات في يعني أغلب الكادر التعليمي أو اللي بيقوم بعملية التعليم هسي حاليا هو معلمات. يعني المعلمين عددهم بسيط، لكن لما تجي في المواقع بتاعت اتخاذ القرار أو في الإدارات العليا في وزارة التربية والتعليم بتلقاهم رجال. أي. الحاجة الثانية مثلا أنا دار أقول لك إنه واحدة من المدار بتاعت الصورة النمطية في المناهج التعليمية، يعني مثلا في كتاب الصف الخامس في درس اسمه الأمانة وردت لفظة جارية وردت في الكتاب. ولفظة جارية معروف معناها شنو؟ إنهم هم النساء المستعبدات في الحروب وكده يعني. والعرب زمان بيطلقوا يعني لفظ جارية لأي امرأة أنثى بيقول لها جارية. فالوضع الاجتماعي بتاع الجارية في الزمن ذاك، الوضع الاجتماعي هو إنها مملوكة لسيدة ما عندها أي كلمة على روحها، حتى الدية بتاعتها إذا اتكتلت الدية بتاعتها نصف دية الحرة. فإنت شوف الصورة السالبة اللي بيرسلوها بترسل المناهج للتلاميذ إنه المرأة دي في النهاية هي يعني ممكن نقول برضو إنه في أخطاء ممكن تكون في مناهج التعليم. والحياة تكلمت عنها دي أخطاء قاتلة. صح، ممكن تكون حساسة غاتلة. جدا يعني وتسليط الضوء عليها مهم. لازم نرفع الحساسية بتاعت حساسية القائمين على أمر التعليم بموضوع النوع الاجتماعي وأهمية إبراز صورة إيجابية للنساء في المناهج التعليمية. وواحدة من الحاجات المهمة في موضوع التعليم ذاته أو تعليم النساء اللي هو التعليم هو جاء في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التعليم الجيد الهدف الرابع، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هو الهدف المساواة بين الجنسين. ممتاز. أيوة. طيب إحنا ما حنقدر نحقق مساواة بين الجنسين بدون تعليم جيد يعني يرتكز على المبادئ بتاعت حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. لازم نرفع الحساسية دي، والحساسية دي لازم نرفعها في المدارس. ليه؟ لأنه ده السن اللي بتتشكل فيه الاتجاهات بتاعت الطلاب. صح. أي. صحيح. تجاه النساء وتجاه الرجال وتجاه أدوارهم وكده. فمن المهم جدا يعني نتمنى أنه بقدر الإمكان نحن بس لأنه عامل الزمن، لكن افتكر أنه هو موضوع مهم جدا وموضوع كبير، لكن تسليط الضوء عليه مهم في أنه يا أخي عملية المناهج التعليمية لابد أنه حقوق المرأة تكون متواجدة فيها. تكون متواجدة فيها. كلمة أخيرة بس، كلمة واحدة يعني ممكن أقول شنو؟ كلمة واحدة في موضوع الصورة النمطية ده، أذكر الناس إنه موضوع الصورة النمطية، تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج، يعني بالمقابل برضو مفترض نغير الصورة النمطية للرجال. يعني الموضوع بتاع الجندر ده ما هو خاص بالنساء فقط، هو خاص برضو بالرجال. يعني برضو في صورة نمطية معينة للرجال إنه الرجل لازم يكون شكله كيف ويكون شجاع ويكون ما بعرف شنو. يعني الصورة النمطية دي ما بالضرورة تكون، يعني أنا ممكن أكون رجل يعني ما عندي الـ 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 التفاصيل دي المفروض تكون علي، لكن أنا في النهاية أنا بكون إنسان. يعني أنا إنسان، ما بقدح في إنسانيتي في حاجة. صحيح. يعني في النهاية دايرين إنه تكون في توازن في الصورة النمطية بين الرجال والنساء، أو في تكون توازن، تكون يعني حاجة المسألة تكون متوازنة، أو تكون في عدالة أو في مساواة. الحاجة الثانية برضو إنه لقيت في إحصائيات إنه دكتور جعفر خضر ذاكر إنه في ولاية القضارف إنه في تدني بتاعت نسب التعليم وسط الطلاب الذكور. وأنا متابعة لصفحة بتاعت مسؤولة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم دكتور كفاعة تروش في الأردن، فهي بتقول برضو إنهم عندهم مشكلة بتاع التدني بتاع تحصيل الطلاب الذكور في مرحلة الأساس. دي فيها حاجتين، إنه النساء كنوع اجتماعي هم يعني ما يعني 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 ما في حاجة تخليهم ما يتفوقوا، هم متفوقين. والرجال في نفس الوقت برضو نشوف ليه الأطفال الأولاد الذكور ديل هم ليه المستويات بتاع التعليم بتاعتهم بالدنيا، يمكن هم بيتعلموا بشكل مختلف. أستاذة خالدة يعني صابر، أنت خبيرة في التعليم وفي حقوق النساء،
ونتمنى ان شاء الله يعني التوفيق في كل ما تقدروا بقدر الامكان توصلوا صوتكم وصوت كل النساء، ولو في اي تعديل والحياة دي، لأن المجتمع برضه بصوره كبيره بيعتمد عليكم. انا شكر لك جدا، لانه احنا يمكن زمننا بتاع الفاصل ده. شكرا جزيلا استاذه خالده صابر، خبيره في التعليم وحقوق النساء، وايضا معلمه وناشطه في حقوق المراه. شكرا جزيلا، كنت معنا في برنامج صباحات السودانيه.